روسيا فشلت بدفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للاستسلام وباتت تراهن على سبيل واحد للخروج من الحرب منتصرة وهو توقف إمدادات السلاح الغربي لكييف. هذا ما حذرت منه صحيفة التايمز البريطانية في تعليق لها على تطورات الحرب في أوكرانيا، لافتة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن على إيصال الغرب لمرحلة الإجهاد من الحرب، ما سيدفعه للتخلي عن القضية الأوكرانية في نهاية المطاف. ورأت الصحيفة أن حكومة زيلينسكي قلقة بشأن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لهذا السبب فقد بلغ إجمالي الدعم المالي الأمريكي لكييف منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا ما يربو على 50 مليار دولار. الصحيفة أشارت إلى أن الجمهوريين الذين يميلون إلى آراء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يرون أن الصراع في أوكرانيا ليس حربا أمريكية. وقد صرح السياسي الجمهوري كيفن مكارثي بأن أمريكا لن تمنح أوكرانيا شيكا على بياض إذا ما سيطر الجمهوريون على مجلس النواب وفق التايمز. وتابعت الصحيفة أن تصريح مكارثي نابع من إدراكه أن الموقف الذي عبر عنه يحظى بشعبية متزايدة داخل الحزب الجمهوري، حيث يشير استطلاع أجرته وول ستريت جورنال إلى أن 48% من الجمهوريين يرون أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا مبالغ فيها. وفي حال تراجع دعم واشنطن لأوكرانيا، فإن الدول الأوروبية المترددة ستحذو حذوها في خفض المساعدات، وتبرر ذلك بأن الإرهاق من الحرب في أوروبا بدأ يأخذ أشكالا عديدة، كما أن أزمة الوقود التي تقلق الأوروبيين وهم على أبواب الشتاء يمكن التخفيف من حدتها في ألمانيا وإيطاليا من خلال الجلوس إلى طاولة المفاوضات وبدء محادثات السلام. وختمت التايمز بأن الكرملين قد يتظاهر بالإحباط والاستعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن على الغرب أن يقاوم ذلك لأنه سيؤدي إلى تركيز النقاش في الولايات المتحدة وأوروبا للتوصل إلى تسوية فاسدة للصراع مع بوتين.